السؤال الرابع، عندما يؤذن للمغرب هل آتي بركعتي النافلة أم أنتظر حتى انتهاء الأذان؟ طيب، مجرد دخول الأذان ده كده نعلم بأن الوقت دخل. يبقى احنا دايما كده، بس في رمضان بنستنى شوية لما الأذان ينتهي عشان صيام وعبادة ومش عايزين نيجي على النص دقيقة. نعم. فبنقول استنى حتى يعني، ولكن الأذان لا يرفع إلا إذا دخل فعلا وقت المغرب. طيب، زي ممكن والأذان بيأذن أنا ورايا حاجة مهمة وعايز ألحق، إن كان في أتوبيس ولا إن كان في قطار ولا إن كان في، ممكن مع بداية الأذان أبدأ صلاتي. يعني أول ما الإمام يقول الله أكبر ممكن أصلي بأول بالضبط كده، خلاص دخل الوقت. نعم. ليه؟ لأن الأذان هو علامة على دخول الوقت. مش الأذان هو الوقت. أيوة. نفسه، لا، ده هو علامة على الوقت. فالوقت دخل بمجرد ما المؤذن قال الله أكبر. فمجرد ما قال الله أكبر أنا أبدأ ممكن في ركعتي النافلة، هذا جائز إن شاء الله. وإن كان بقول الأفضل أيوة. الصبر حتى لو أضيع ثواب الترديد، ثواب الترديد مع الأذان. نعم. ثواب الدعاء بعد الأذان، اللهم رب هذه الدعوة التامة، لأن فيها أحاديث مهمة جدا إن أنا أردد مع الأذان وإن أنا أقول الدعاء بعد الأذان. سنتينهم هضيعهم. طب أنا مش عايز أعمل سنة وأضيع سنة. فلذلك أنتظر ده كلها نص دقيقة والإنسان يعمل كل السنن. ربنا يتقبل مننا جميعا.